بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله وبعون نرجوه منه سبحانه وتعالى تبدأ اللجنة العليا للانتخابات الإجراءات الخاصة بانتخاب مجلس النواب الجديد، وذلك بالإعلان عن كل إجراء من هذه الإجراءات والميعاد المحدد له تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر بدعوة الناشبين والدور الذي أناط فيه الدستور والقانون عمل اللجنة العليا للانتخابات، ومستهدية في ذلك من كله بالأصل المقرر الذي يحظر على القاضي أن يتخلى عن أداء واجبه. وقد تشاركون الرأي بأن ذلك الدور الذي تقوم به اللجنة يستلزم الاستعداد الجيد بالعديد من الإجراءات والتي أوجب القانون، لكل منها ميعاد محدد سوف نعلنه اليوم، وأن هذا الأمر لا يجب الإخطاء فيه أو تأجيله أو تعليقه، إذ أن تلك الاستعدادات والمواعيد التي سوف نعلنها قد جاءت نفاذا وترتيبا على القرار الجمهوري الذي صدر بدعوة الناخبين، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالمواعيد التي حددها هذا القرار، وأن من شأن الإبطاء في إجراء تلك الاستعدادات وتحديد مواعيدها أن ينال ذلك من المدة التي يتصلفها القانون لكل إجراء، إذ أن القرار الجمهوري الصادر بدعوة الناخبين قد حدد ميعاد الانتخاب في كل مرحلة، وحدد ميعاد الإعادة فيها الخاصة بها، ومن ثم فقد حددت تلك المواعيد الخاصة بالمراحل الأربعة النطاق الزمني الذي يتعين على اللجنة العليا للانتخابات العمل من خلاله، والذي التزمت به اللجنة في تحديدها للمواعيد الخاصة بإجراء كل مرحلة. وأود بداية أن أوضح لحضراتكم أن اللجنة العليا للانتخاب أن يظهر في القائمة اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء أي كان ترتيبها، إنما كل قائمة لابد أن تتضمن امرأة في كل قائمة، وهذا نص قانوني ورد في القانون. طبعا ترتب على زيادة الدوائر عشان إعادة التوازن للدوائر، إن إحنا عندنا كان عندنا 129 دائرة على مستوى الجمهورية أصبحوا 139 دائرة، كان عندنا 46 دائرة قوائم تم زيادتهم إلى 48، كان عندنا 83 دائرة النظام الفردي تم زيادتهم إلى 91، وأصبحت إجمالي الدوائر في على مستوى الجمهورية 139 دائرة بدلا من 129 دائرة. القانون الجديد وضع تعريفا للفلاح والعامل، اللي احنا عارفين ان هيتشكل مجلس الشعب 50% من عمال الفلاحين، وقال يقصد بالفلاح من امتهن الزراعه لمده 10 سنوات على الاقل السابقه على ترشيحه لعضويه مجلس النواب، ويعتبر عامل كل من يعمل لدى الغير مقابل اجر او مرتب، وتسقط العضويه اذا غير العضو الصفه التي ترشح بها سواء كانت صفه العامل او الفلاح، أو إذا غير انتمائه الحزبي أو تخلى عنه أو أصبح مستقلا أو صار مستقل حزبيا تبقى المادة 2 و3 من القانون، إذا حدث ذلك تسقط العضوية مباشرة عن الوضع.